FM. الكلمة ليك في الوقت هذا يا هادي لازم تعليق هادئ برازين ياخو وقته طبعا شي يرتح الاعصاب. منجم يكون كان قيس سعيد يعلق على هذا. يسمع معي نعطيك تعلق استاذ قيس سعيد. لماذا اعلق على مثل هذا وعلى مثل هذه الأوضاع التي تردد فيها تونس؟ نحن في سنة 14 و2000 ولسنا في القرون التي خلت. هذه القضية للأسف من بين القضايا التي تم استعمالها لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية للشعب التونسي. هذه القضايا حسمها التاريخ والإسلام في كل الأحوال براء منها على عكس ما يدعي البعض. المرأة مكرمة، المرأة لا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة التي تهين وحتى بالقانون الانتخابي نفسه. يعني هذه قضية التناصب جستمو يعني كان الحديث على التناصب. المرأة تستحق أن تكون في كل المناصب وليس هناك أي مانع على الإطلاق، لكن للأسف تمت المعاملة المرأة مثل هذه المعاملة حتى بالقانون الانتخابي نفسه. فالقضية هي قضية تمثيلية، ليكن المجلس كله من النساء ولكن يمكن أن يكون من النساء ضد حقوق المرأة، ويمكن أن يكون كله من الرجال ولكن مع حقوق المرأة. المهم أن يكون المجلس التشريعي، وأي مجلس يتم انتخابه مجلسا ممثلا للشعب التونسي يطرح قضاياه الحقيقية منذ البداية. هذا كلام رزين، كلام هادئ، كلام ينبع من ثقافة ديمقراطية اجتماعية سياسية إذاعية تلفزية. وما قاله القصاص فيما يخص غسلان الساقين والقدمين من لدن النساء لرجالهم فهذا أمر خطير، واللعنة ستنزل على القصاص إن شاء الله. وعلى أصابع القصاص خاصة الصبع الكبير سوف يحل به ورم خبيث، فلا تقول مثل هذا الكلام يا قصاص. وإن لله وإن إليه راجعون، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا رحمك يا قصاص، والله كنت ناس طيبة. والله كنت تسوق على روحه في الواج. يا قصاص مش نذكروك، أمورك واضحة، نكتبوا عليك التاريخ. فرج ولادنا ولاد ولادي باش يحكيوا عليك. عندك الزهر، عندك الزهر. ولادي 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 باش يحكيوا لك في الجغرافيا والتاريخ وشنو عمايلك التأسيسي. يعملوا بي دي سي انكس في كتاب التاريخ. حتى في العلوم الطبيعية باش يحكيوا عليك. باش يتقرى في روحه، قال لك ابراهيم القصاص. شو قلت برك بلاش روحه. اي وباش يعملوا قصص كيما جحا والمسمار. يعملوا قصص والمسمار. قصص ومحي الزياق. قصص ومحي الزياق. قصص والنساء. قصص والقانون الانتخابي. قصص والمهدي. وصغار يطلعوهم. سي مينيون وي قصاص. تصوروا الفرنسيس يحكيوا على القصاص كيفاش. او فريمون او ميسيو براهام قصاص اي تان سي با بوسيبل. تان ميك تري تري جونتي. دي نابورت كوا سو بونوم. واي واي كومون سابيل ديجا. براهام قصاص. براهام قصاص فريمون سي تان ديبوتي تونيزي هان. حكايا انستو فريمون شو تاب لونغليك باش يعملو في سي ان ان. ماستر ابراهام قصاص بوي كانوا درس كانوا كيف دارك بوي قصاص. It's crazy man and yes and crazy على الاخر crazy. ساعات لازمنا نسمع كلام بصراحه سخون شويه. المهم وقت اللي يتعلق تتعلق المساله بالمراه. تصويت المراه. سلمى بكار تهاجم القصاص. اسمع وهذا ونحب نلاحظ اللي هو ماهوش قاعد يقولوا في اي بقعه، قاعد يقولوا قدام التلفزه التونسيه اللي هي تبث داخل الاسره التونسيه قدام الامهات والابات والاولاد الصغار. وهذه الحاجه اليوم نعرف اللي هو صارت برشا مرات قبل تجاوزات من طرف نفس الشخص. وانا نعتذر من هنا اللي ممكن ما خديناش كنا موقف صارم وقت اللي طيح قدر انسان كل انا مره خديتها وشعيلا اللي ضربني على معلم الناس الكل هنا في لاسباب اخرى. ولهذا باسمي الشخصي وباسم الكتله الديمقراطيه وباسم مجموعه كبيره من النائبات والنواب اللي يمنوا بالمجد
بالكرامة واللي يمنوا بالمجد بالعدالة وبالديمقراطية. هنا نطلب منهم وأنه مدام النائب هذايا موجود ونستناه في رئاسة المجلس التأسيسي باش تاخذ القرار الحاسم فيما يخص هالنائب هذايا، احنا باش ننصحبه ونحب نعلن من بقعة هذية اللي احنا النساء اللي يحب يخرج يخرج واللي ما يحبش ما يخرج، انا باش نخرج وزميلاتي باش نخرج ونعلم سيدة الرئيسة ما كملتش ونحب نعلم من الرئيسة باش تخرج الرئيسة اني انا وعدد كبير من الزميلات ناويين نشكيو قدام القضاء للي سمعناه من شتم ومن سب ومن أقوال غير إخلاقية والتسجيل متاع التلفزة التونسية دليل. شاهد على هالسيد هذايا سواء كمواطن تونسي ولا كنائب، وإذا كانوا نائب ما يحميهش من هذايا الكل من تحمل مسؤولية الكلام اللي قالوا قدام الشعب التونسي الكل فيما يخص المرأة التونسية. هذايا سلمى بكار في رد على إبراهيم القساس. هو بناتها تو بلاش خليك نصتها برشا بجوع. المرة هذي عمل الكعبة نشاز. لا ياسر عادي عمل الكعبة نشاز. يا سي ابراهيم قادم على جبل بقدومه عندنا نساء راهو شوف راهو عندنا نساء يشدوك يحطوك على حصيره ويقريوك بالعصا يقريوك تد فمك ساكت لولا امي لولا اختي ولولا عندنا نساء تبارك الله من ماتي لما احنا كنا في الوضعيه هذه ولما تعلمنا ولما تقرينا يقزم المراه للدرجه هذه تمشي تعمل سكير شنيا ما مغروم حريم السلطان هو هكا ولا تغرم حريم السلطان لا حالة وبرجولية أنا وهويام فماش هويام في تونس راهو حتى سي مصطفى حتى سي مصطفى لهنا ولا رئاسة المجلس اسمها برجولية كومام تاخذ موقف خاطر عيب داكور توا قال ضحكوا له تمد على طوله معناها قلنا ضمار ودرجوما تو ولات معناها حاجات نتاع استفزاز وبلاده والكيكه ويزيني بربي دونك ابراهيم القساس احسب شويه خطواتك خاطر تقريب قريب يوفى المده نتاع التاسيسي دونك وبرا شحمك العجالي نتاع اللواج وركع امورك وبدل الفلتر بدل الفلتر ولا حاله حاله كابا فان الكلمه ليك.